قوات الشرطة بتقوم بمهمة مقدسة، هي حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، وبذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة، بتشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين. أكاديمية الشرطة منارة للعلوم الأمنية والقانونية، رائدة في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً لحمل رسالة الأمن السامية. يتطلع الآلاف من شباب مصر كل عام للالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز، يحدوهم الأمل للانضمام إلى صفوف رجال الشرطة. وبهدف تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الداخلية من العناصر الشرطية الماهرة لمواجهة التحديات والمستجدات الأمنية، تحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين مهارياً وبدنياً وعلمياً للالتحاق بها عن طريق إخضاعهم لمراحل مختلفة من الاختبارات. وقد استحدثت كلية الشرطة قبول خريج كليات الحقوق من الطلبة الذكور اعتباراً من عام 2018، والطالبات خريجات كليات الحقوق اعتباراً من العام الحالي 2021 للدراسة بها لمدة عامين. ويخضع الطلاب عقب قبولهم بالكلية لبرامج تعليمية وتدريبية متطورة لإعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية. البرامج التعليمية تتضمن محاضرات نظرية في مختلف العلوم القانونية والشرطية والإنسانية، والتي يتم إعدادها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية الحديثة على يد نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف تأهيل الطلاب ثقافياً ومعرفياً. ويتم تعليم طلبة الكلية من خريج الحقوق اللغات الأجنبية من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات الأكاديمية المصرية. One of the most important strategies embraced by the police academy in addition to the physical training is the studying and teaching of foreign languages such as English, French and German languages. Not to mention of course the postgraduate studies and all of what I have mentioned before will allow me to perform at my maximum peak so that I would be able to deliver my own message the best way I can towards my country. ويتم إلحاق الطلبة من خريج الحقوق بالدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير. La faculté m'offre l'avantage d'obtenir un master de droit selon un protocole conclu avec la faculté de droit à l'université Aix-en-Champs et l'université Sadet pour m'aider à réaliser la mission de police après la promotion. البرامج التدريبية، يتلقى الطلاب تدريبات أمنية رفيعة المستوى في ميادين تدريبية حديثة متطورة تجعل من خريج كليات الشرطة نموذجا فريدا لرجال الأمن، وفي مقدمتها ميادين التدريب الفني الأمني والتي تتضمن تخصصات الأمن العام، الأمن المركزي، الحماية المدنية، المرور. تم استحداث العديد من ميادين التدريب القتالي والبدني والفني التي تحاكي الواقع العملي، مثل ميدان التدريب الجبلي لتدريب الطلبة على بيئات تتسم بالصعوبة، ما يؤهلهم لأداء مهامهم في مختلف البيئات ومهما كانت التحديات الأمنية. ثمار هذا التدريب انعكس على فقرات وعروض حفل الخريجين. ولأول مرة هذا العام تشارك طالبات الكلية في فقرات الموقف الأمني لاقتحام مغارة جبلية بمنطقة صحراوية، وعروض النزول بالحبال وتكوين تشكيلات بأجسادهن على الأبراج الشاهقة، وهو ما يعبر عن الاحترافية والمهنية في التدريب. وتأكيداً على الدور الاجتماعي والإنساني لأكاديمية الشرطة، تحرص على استقبال شباب الجامعات وكافة فئات المجتمع، بخاصة قادرون باختلاف والمنظمات ذات الطابع الإنساني، للتعرف على أنشطة الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية وإرساءً لمبادئ حقوق الإنسان. تحرص الأكاديمية على تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لطلابها في هذا المجال، ويحاضر فيها خبراء دوليين
إضافة إلى تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب كلية الشرطة. إن أكاديمية الشرطة ذلك الصرح الأمني المتفرد إقليمياً ودولياً مستمرة في أداء دورها لإعداد وتأهيل حماة أمن الوطن وفقاً لأرقى مستوى تدريب أمني متميز معرفياً ومهارياً وبدنياً للوفاء بمتطلبات رسالة الأمن مؤهلاً للحفاظ على استقرار ومقدرات الوطن.